الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار من القاهرة عاصمة الخبر. أخفق مجلس النواب الأمريكي للمرة السادسة في انتخاب رئيساً له خلفاً لنانسي بيلوسي، هذا وفشل زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن ماكارثي في الحصول على الأصوات المطلوبة لانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأمريكي خلال الجلسة السادسة رغم دعم الرئيس السابق دونالد ترامب له. وخلال الجلسة صوت 5 نواب جمهوريون لصالح منافسه الجمهوري الآخر بايرن دونالدز، ما جعل ماكارثي يفشل في الحصول على أغلبية 218 صوتاً. وقد تسلم الجمهوريون رسمياً رئاسة مجلس النواب بعد فوزهم بأغلبية ضئيلة في انتخابات التجديد النصفي. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة الوضع الراهن والانتهاكات الإسرائيلية في القدس بطلب فلسطيني أردني مشترك. وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن مجلس الأمن سيناقش الانتهاكات الإسرائيلية في القدس بعد اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى. وأعلن منصور أنه جاري عقد اجتماعات بمجلس السفراء العرب والمجموعة الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز ولجنة فلسطين لدى الأمم المتحدة لبحث انتهاك بن غفير. بحث رئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين الوضع الأمني للبلاد، وأكد سعيد خلال اللقاء أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن هناك من يقومون بمحاولات لتعطيل الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وعدم ترك المفسدين بعيدا عن المساءلة والجزاء. انتهى الموجز، ولمزيد من المتابعة يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكن تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.